لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خسرنا الدوري باقدامنا وبفعل فاعل، بس مش هي دي القضيه. القضيه ان واحد زي شيكابالا اللي ما بيتعلمش، اللي وصل 32 سنه او 33 سنه وبرضه مصر انه يعيش في جو المراهقه ال 16 سنه وال 15 سنه اللي كان بيعمله زمان برضه كرره تاني. بس انا مش فاهم غير يعني اتحاد الكوره يوقف فلان او علان، لكن يجي عند شيكابالا بعد الحركه القذره اللي عملها والمفروض كان يتشطب، لا ده اداله 8 ماتشات ولا 6 ماتشات ولا 7 ماتشات زيه زي كهربا اللي ما عملش اي حاجه واتطرد بعد المباراه في مشاده مع طارق حامد في كاس السوبر المصري. من 20 سنه اي بطوله او اي ماتش نادي الزمالك النادي الاهلي طرف او مش طرف فيه يطلع شيكابالا ويقول له ابطال على مين يا مش عارف ايه، تعالى شوف الثالثه مين. اجيب لك قفشه يقول لك ابطال على مين يا شيكابالا، اجيب لك خالد بيبو يقول لك ابطال على مين يا شيكابالا، اجيب لك كل نجوم الاهلي متعب وفلافيو يقولوا لك ابطال على مين، اللي كانوا بينيموك وانت باكي كل بطوله وكل ماتش وكل موسم اجيبهم لك. انت فزت بالدوري ازاي؟ مش بالتحكيم؟ بالتفويت؟ طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف شيكا زباله قال ايه على جماهير النادي الاهلي عشان يبقى الكلام موثق بصوت وصوره، ما نبقاش بنتكلم كلام مرسل. بس ما تنساش قبل ما تشوف الفيديو تدعمنا احنا، تدعمنا احنا اللي بنرد على شيكابالا بلايك، وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه التقارير الاهلاويه على اليوتيوب. وما تنساش تعمل لنا شير للفيديو عشان يوصل لكل الاهلاويه في كل مكان على اكونتك على الفيسبوك. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف شيكا زباله ازاي تطول على جماهير النادي الاهلي ومحدش قال له عيب اختشي. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف، يلا بينا. شيكابالا المفروض يتعلم من اخطائه. بيزعل لما جمهور النادي الاهلي بيقول عليه مرحوم، وجماهير النادي الاهلي الكيوت تقول لنا عيب ما يصحش التنمر. هو فين التنمر ده؟ التنمر يعني انت تتكلم على دينه، على لونه، على عرقه، على عرضه، على سلالته، هو ده التنمر. ولكن لما تنتقد سلوكه السيء ده ما اسموش تنمر. دايما احنا دايما رد فعل مش فعل. مين اللي قال ادب وراح شكم؟ فين خالد فطوطه يطلع يقول لك جماهير النادي الاهلي ما تصحش انها تتنمر؟ طب ما هو اللي بيبدا بقله الادب عشان لما نيجي نرد عليه يطلع احمد جمالات وبقى المرتزقه يقول لك ده جمهور النادي الاهلي بيتنمر وجريمه والتنمر جريمه، ومش عارف رئيس الوزراء طلع قرار ان اي حد يتنمر على حد السجن و50,000 جنيه غرامه. صح؟ طب ما يقولوش هم عملوا، عمل ايه عشان يتنمروا عليه؟ واحد ضرب واحد، ما يقولوش ضربه ليه؟ شتمه ليه؟ قال ادبه عليه ليه؟ طيب هو شيكابالا بيعمل كده ليه؟ يوم ما جماهير النادي الاهلي لبست كلب تيشيرت ابيض وعليه رقم 10، احنا قلنا ما ينفعش كده، عيب، ما يصحش. تمام؟ يجي هو بعد ما الجمهور هدي والدنيا تمام ومفيش اي مشاكل، يعمل مشكله تاني ويعمل فتنه تاني جديده، يبقى مين بقى اللي عايز فتنه؟ مين اللي بيرتزق من قله الادب والشتيمه؟ هو انت الشتيمه ليك يا شيكابالا كيف؟ افيونا ما بتنامش غير لما تتهزق من جماهير النادي الاهلي؟ ايه اللي عليك من ده كله؟ ما تخليك محترم، انت لو بقيت محترم هتموت.
فين بقى الصفوه بتوع جماهير نادي الزمالك ولا الاعلاميين الحلوين ولا هاني شاكر ولا صلاح عبد الله ولا الواد لهبه الفزاع يطلع يقول لنا الفند اللي بيتناقل اللي بيقل قلب على جماهير النادي الاهلي ده موقفه ايه من الاعراب؟ احنا المفروض نرد نقول ايه؟ اتحاد الكره صامت ليه؟ مش كفايه انتكم الدوري اوانطه كمان تطلعوا وتسبوا ومجاهد يطلع يسب فينا والواد حسن لبيب جرى ايه؟ جرى ايه يا اولاد جرى ايه؟ جرى ايه مالكم؟ ما هي قله الادب سهل انا ممكن اعمل قناه قد كده قناه قد كده واسميها اسم مش تمام قد كده والقناه دي اطلع اعمل فيها كل ما يخطر لكم ببالي شيكابالا على مرتضى على مجاهد على غيره واديهم من منقي خيار ما دام قله الادب ما حدش بيعاقب الناس دي شيكابالا ازاي ما تعاقبش ازاي ما حدش يقول من جمهور نادي الزمالك يا ابني عيب انت مش صغير عيب انت عندك 33 سنه انت راجل رب اسره متجوز ومخلف عندك اب بيقول لك يا بابا لما ابنك يطلع يقلدك ويقول ابطال على مين يا مش عارف ايه ويقلد الشتيمه هل ده كويس يا راجل عيب عيب احترم نفسك خليك مؤدب هتموت لو قعدت مؤدب فرحان بدوري بلاده كل سنه افرح يا عم املى الدنيا فرح لكن بتقل من ادبك على جماهير اسيادك واسيادي اللي خلفوك ليه؟ ليه؟ جماهير النادي الاهلي دول اسيادك انت نسيت مرتضى منصور لما قال انت ما كنت حافي داخل النادي حافي كنت بتاخد جزمه ابنه امير ولا ابنه احمد عشان تلبسها وتروح بيها ولا تروح بيها كنت بتنام تحت المدرج بتاع نادي الزمالك نسيت اصلك يا ابني عيب احترم نفسك خليك مؤدب هتموت لو قعدت مؤدب فين اتحاد الكوره فين خالد فطوطه واحمد جمالات وبقيه المرتزقه فين هزاز الرؤوس فينهم من اللي بيحصل ده ما يطلعش خالد فطوطه يقول له عيب لا خالد فطوطه بس يتكلم لما يبقى النادي الاهلي يبقى رد فعل لما بيطلع يرد عليهم طب الى متى هذا الاسفاف الى متى هذا النموذج السيء من لاعب كره القدم وعايزين يعملوا منه اسطوره هو الاسطوره بتشتم الاسطوره المحترمه هو اللي بيحترم نفسه قبل ما بيحترم الاخرين انتوا فين يا اتحاد يا كوره فين وزير الرياضه اللي نايم على ودانه ما تفهمونا الناس دي فين عايزين نعرف هو عنده حصانه قله الادب والقذاره دي بقت خلاص سمه ما احنا ممكن نطلع نقول على مجاهد وام مجاهد وابو مجاهد وابو الوزير وام الوزير وابو شيكا وام شيكا ونعمل كده ما دام هي بقت كده سداح مداح وما فيش حد بيقول للناس دي عيب فين حسين لبيب اللي طالع يقول لك صغائر وبغائر ومش عارف ايه ونسمه ونعله فين يا عم الشيخ فين ما تقول لنا ايه الحكايه ولا ما تقدرش عشان ده الاسطوره الورقيه اللي عايزين تعملوا منه اسطوره بالعافيه اللي تاريخه في الـ في الـ في الـ مع النادي الزمالك 3 دوري وجايب هدف واحد بس فيهم 3 دوري هو ده اسطوره ممكن ما يلعبش خالص ممكن ما يكونش بيعرف يلعب بس يبقى محترم يبقى مؤدب شفنا لعيبه كتير في نادي الزمالك محترمه ومؤدبه ما بنجيبش سيرتها بحاجه وحشه ما بنقولش عليها كلمة غلط لأن دي لعيبة محترمة إنما واحد زي شيكابالا ده عايز إيه من النهاية؟ عايز يتشتم؟ عايز يتسب؟ عايز يتلعن اللي خلفوه؟ ما يفهمونا يا جماعة ما يفهمونا ليه هو بيعمل كده؟ الحرقان اللي عنده ده برد لما شتم جماهير النادي الأهلي؟ يا ابني لو بقيت محترم والله العظيم كل الناس هتحترمك طول ما أنت مش محترم كل الدنيا هتقول عليك ان انت انسان مش محترم وانسان مش مهذب. ارتقي يا جماعه بتوع اسوان دول ناس زي العسل والله وناس محترمه وناس كويسه وناس يعني اخلاق عاليه واخلاق محترمه ورجوله وجدعانه انت بقى القاعده الشاذه فيهم انت الشاذ اللي فيهم يعني الاسوانجيه دول ناس محترمين وناس راقيين انت كسرت القاع مع احمد الكاس اهو ما هو من اسوان عمر حد شتمه ولا قال له كلمه عيب عبد الستار صبري ما هو راجل اسوان اهو عمر حد شتمه ولا قال له كلمه عيب
ليه انت بالذات اللي طالع عليه الادب وطالع مش محترم؟ يا ابني احترم نفسك عشان الناس تحترمك. عمر الناس ما هتحترمك باللي انت بتعمله ده. يعني ميت في الكوره وقليل ادب بره الكوره، ومفيش اتحاد بيحاسب ومفيش حد بيحاسب، بس انا بطالب النادي الاهلي وكابتن الخطيب يبقى في وقفه للعيال دي. العيال دي تتحاسب وتتجاب. خلاص زهقنا نرد يقولوا بيتنمروا، نسكت هم يزيدوا. طب وبعدين الاخره ايه؟ سيبولنا رايكم في الكومنتات يا اهلاويه، ايه رايكم؟ ايه رايكم في العمل دوت؟ والمفروض يتقابل بايه؟ المفروض احنا نرد بايه؟ واداره النادي الاهلي ترد بايه؟ شاركوني بكومنتاتكم، ما تبقوش سلبيين، شاركني بالكومنت بتاعك لان رايك مهم ورايك هيوصل للاداره. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو وتشترك في القناه لو اول مره تشوفني وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، وسلام عليكم.